نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية N24. أهلا بكم. شهدت مدينة مراكش انعقاد الاجتماع العام لمنصة الاستثمار الأفريقية في البنية التحتية أفريكا 50، الجمع العام الذي انعقد تحت شعار انتعاش سريع ومرن، عرف مشاركة العديد من وزراء المالية الأفارقة وكذا مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين ورؤساء المقاولات من المغرب وإفريقيا ومن خارجها. نتابع باقي التفاصيل في تقرير مريم بن عيسى. بمشاركة العديد من وزراء المالية الأفارقة ومسؤولين حكوميين وكذا ثلة من مسيري المؤسسات والدبلوماسيين من المغرب وإفريقيا وبلدان أخرى، عقدت منصة الاستثمار الإفريقية في البنيات التحتية أفريكا 50 جمعها العام بمراكش برسم سنة 2022. الاجتماع العام للمساهمين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمحور حول دور المنصة الاستثمارية أفريكا 50، دور أضحى حسب آلان إيبوبيسي المدير العام لمنصة أفريكا 50 أكثر أهمية من أي وقت مضى. دور منصة أفريكا 50 أضحى أكثر أهمية من أي وقت مضى باعتبارها محفزاً للاستثمار الخاص وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنيات التحتية الإفريقية. هذه المنصة الإفريقية للاستثمار في البنيات التحتية ساهمت أيضاً في أزيد من 16 مشروعاً ضخماً ذات تأثير قوي بإفريقيا والتي فاقت قيمتها الإجمالية 5 ملايير دولار. أشغال هذا اللقاء تناولت أيضاً الدور الهام الذي تلعبه استثمارات البنية التحتية في ضمان الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام بإفريقيا، خاصة في ظل ما تشهده الدول في هذه الفترة الموسومة بمخلفات الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات العمليات العسكرية في أوكرانيا. المغرب كان من البلدان الأوائل التي دعمت إحداث منصة أفريكا 50 وهو الذي يحتضن مقرها، وقد أبان هذا البلد عن قدرته على الخروج بنجاح من أزمة كوفيد-19 بفضل دينامية حكومته وشجاعة ساكنته وقوة قطاعه الخاص. وفي ختام الجلسة الافتتاحية عقد مساهم أفريكا 50 جلسة عمل مغلقة شكلت فرصة لاستعراض مختلف أنشطة هذه المنصة برسم السنة الماضية واعتماد التقارير المالية والتبادل مع الإدارة حول استراتيجياتها على المدى البعيد. في موضوع آخر، أجرت رئيسة هيئة تحدي الألفية السيدة أليس أولبرايت زيارة ميدانية لورش بناء محطة معالجة المياه العادمة في إطار تتبع إنجاز الأشغال خارج مواقع المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل وتوسيع المنطقة الصناعية حد سوالم والمنطقة الصناعية الجديدة ساحل الخيايطة. كوثر تجاري والتقرير التالي. أجرت رئيسة هيئة تحدي الألفية أليس أولبرايت زيارة ميدانية لورش بناء محطة معالجة المياه العادمة في إطار تتبع إنجاز الأشغال خارج مواقع المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل وتوسيع المنطقة الصناعية حد سوالم والمنطقة الصناعية الجديدة ساحل الخيايطة. من خلال هذا الاستثمار تعتزم هيئة تحدي الألفية والحكومة المغربية خلق فضاء عمل صحي وآمن يستفيد منه بشكل أساسي النساء والشباب، بالإضافة إلى توفير 80,000 منصب شغل. ومكنت هذه الزيارة من الوقوف على التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحية التي من شأنها ضمان معالجة النفايات السائلة من المنطقتين الصناعيتين لحد سوالم وساحل الخيايطة التي يتم تصريفها حاليا في شاطئ دار بوعزة. هذا المشروع يندرج في إطار سلسلة استثمارات لإعداد مشاريع إعادة تأهيل وتوسيع المنطقة الصناعية حد سوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بساحل الخيايطة سيستفيد منها آلاف المستثمرين المغاربة والأجانب. الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نموذجا مبتكرا وهيكليا بالنسبة للمغرب الذي سيتمكن من وضع أفضل معايير التدبير في هذه المناطق الصناعية، وستضمر توفير أفضل الخدمات في مجالات الصحة والمطاعم والفندقة ودور الحضانة. ومكنت هذه الزيارة من الوقوف أيضا على التقدم المحرز في إنجاز الأشغال الأخرى خارج الموقع على مستوى هاتين المنطقتين الصناعيتين والتي بدأت في دجنبر 2019 ووصلت بالنسبة لبعض المكونات إلى معدل إنجاز بلغ 100%.
وبطنجة انطلقت فعاليات الدورة 13 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري. المزيد من المعطيات حول هذه الفعاليات في تقرير شيماء باكا. بعد غياب دام سنتين والاكتفاء بدورتين افتراضيتين بسبب جائحة كورونا، حج حوالي 60 طالبا وطالبة من شباب مغاربة العالم إلى المغرب للمشاركة في فعاليات الدورة 13 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. سوف تكون لهم الفرصة من خلال هذا البرنامج لحضور كما كان الشأن في هذا الصباح لندوات ومحاضرات وأيضا ورشات يشرف على تأطيرها أساتذة ومسؤولين يشتغلون يعني في مجالات ذات بعد اجتماعي، ذات بعد ثقافي، ذات بعد اقتصادي أيضا. الجامعة الصيفية ستمكن المشاركين من اكتشاف ما تزخر به جهة طنجة تطوان الحسيمة من ثروات طبيعية واقتصادية وموروث ثقافي، كما سيستفيد المنخرطون فيها من تكوين فكرة حول منظومة القيم المغربية التي تثمن عاليا التعارف المتبادل بين الثقافات والأديان، بالإضافة إلى ترسيخ أسس المواطنة المسؤولة والتشبث بالمبادئ الإنسانية السامية في التعريف بثقافة المغرب. الغرض هو تقاسم استراتيجية المملكة التي يرعاها مولانا أمير المؤمنين حفظه الله في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وفي مجال كل البرامج التي تم استخلاصها من سامي توجيهاته حفظه الله لتمنيع شبيبتنا بمختلف المستويات بدءا من الطفولة فاليافعين فالشباب. هذه الدورة ستتطرق إلى الجوانب التاريخية والمؤهلات الاقتصادية لطنجة والدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في ظل مستجدات القضية الوطنية، وكيفية المحافظة على الجذور المغربية واعتبارها مصدر قوة ببلدان الاستقبال. نظم النادي المغربي للبيئة والتنمية فرع أحفير خرجة استكشافية بيئية لموقع مصب ملوية ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، وشكلت هذه الخرجة مناسبة للمشاركين للتعرف على مؤهلات هذا الموقع الذي يتميز بامتداده ومميزاته وكثبانه الرملية وكذا تنوعه البيولوجي. صفية عثمان نتابع. النادي المغربي للبيئة والتنمية فرع أحفير نظم خرجة استكشافية بيئية لموقع مصب ملوية ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية. هذه المبادرة المنظمة لفائدة عموم المواطنين تهدف إلى استكشاف أهمية هذا الموقع، وبالتالي ترسيخ الوعي بالحفاظ على هذا الموروث الطبيعي وحمايته من أجل التنمية المستدامة وتشجيع السياحة الإيكولوجية بالمنطقة. هذه الخرجة شكلت مناسبة للمشاركين للتعرف على مؤهلات هذا الموقع الذي يتميز بامتداده ومميزاته وكثبانه الرملية وكذا تنوعه البيولوجي من خلال الاستمتاع بمشاهدة مختلف أنواع الطيور المهاجرة التي تعد هذه المنطقة الرطبة قبلة لها، إلى جانب الأصناف النباتية المتواجدة في المحمية. انتخب البرلمان السريلانكي الأربعاء رئيس الوزراء رانييل ويكريمسينغا رئيسا جديدا من بين ثلاثة مرشحين لخلافة غوتابا راجاباكسا الذي فر من البلاد بعدما اقتحمت حشود غاضبة القصر الرئاسي الأسبوع الماضي. وكان ويكريمسينغا الذي تولى الرئاسة بالإنابة الأوفر حظ للفوز بالتصويت السري في البرلمان البالغ عدد وبه 225، وستولى رئاسة سريلانكا حتى انتهاء ولاية راجاباكسا الحالية في نوفمبر 2024. متابعة مع بدر زايو.
مسلسل اختيار رئيس جديد في سريلانكا بدأ وانتهى لتوه. برلمان البلاد باشر مهمة إيجاد خليفة لغوتابا راجاباكسا الذي فر من البلاد عقب اقتحام حشود غاضبة القصر الرئاسي الأسبوع الماضي. رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغا الذي تولى الرئاسة بالإنابة كان الأوفر حظا للفوز بهذا التصويت السري في البرلمان. ويكريمسينغا سيتولى رئاسة سريلانكا حتى انتهاء ولاية راجاباكسا الحالية في نوفمبر 2024. الرئيس الجديد سيكون أمام محاولة إنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية كارثية تسببت بنقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، ويبلغ دينها الخارجي 51 مليار دولار. بلغ معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو 8.6% في يونيو 2022 مقارنة ب 8.1% في مايو، وفقا للأرقام التي نشرها اليوم الثلاثاء يوروستات مكتب الإحصائية التابع للاتحاد الأوروبي. وكان معدل التضخم قبل سنة في المنطقة قد بلغ 1.9%. عودة مع بدر زايو. معدل التضخم في منطقة اليورو يتجاوز حاجز 8.5% شهر يونيو، بينما بلغ معدل التضخم السنوي داخل كامل الاتحاد الأوروبي 9.6% في يونيو 2022. سجلت أدنى المعدلات السنوية في مالطا وفرنسا وفنلندا، بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في إستونيا وليتوانيا ولاتفيا. وجاءت أكبر المساهمات في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو من الطاقة، فقد ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة الحرب في أوكرانيا والقيود المفروضة على شحنات الغاز من روسيا إلى أوروبا. وكان التأثير على معدل التضخم ناتجا أيضا عن المواد الغذائية والخدمات والسلع الصناعية باستثناء الطاقة. ورياضيا، أعلن نادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي ماتياس ديليخت قادما من الفريق يوفنتوس الإيطالي في عقد يمتد لخمس سنوات. عثمان الطاهيري وتفاصيل أكثر عن صفقة الانتقال هاته. وداعا يوفنتوس، مرحبا بايرن. المدافع الهولندي ماتياس ديليخت يوقع رسميا في صفوف الفريق الألماني قادما من كبير إيطاليا. تحقق ذلك حسب ما نشره الفريق من خلال موقعه الإلكتروني في بيان جاء فيه: بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع المدافع ماتياس ديليخت من يوفنتوس الإيطالي. الفريق البافاري أضاف: اللاعب البالغ من العمر 22 عاما الدولي الهولندي وقع على عقد حتى 30 من يونيو عام 2027. بايرن ميونخ بطل ألمانيا المنتشي بملايين خطفها من برشلونة في صفقة ليفاندوفسكي، كان قد توصل لاتفاق مع يوفنتوس حول صفقة ديليخت الأحد الماضي مقابل 70 مليون يورو بالإضافة لمتغيرات تبلغ 10 ملايين يورو. ديليخت الذي انضم ليوفنتوس في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي، وشارك خلال تلك الفترة في 117 مباراة بجميع المسابقات سجل فيها 8 أهداف. سيكون عليه اليوم أن يفرض مكانته ضمن صفوف فريق البايرن الذي يعول عليه لقيادة دفاعه وحماية عرينه من أهداف مهاجمي الخصوم. انطلقت مؤخرا في ميدلكير الواقعة في مدينة أوستاندا على الساحل البلجيكي مسابقة النحت على الرمال بمشاركة دولية للفنانين ماهرين من 6 دول من داخل وخارج أوروبا. المهرجان الفني يضم أيضا منحوتات للعشرات من الديناصورات منحوتة بطريقة فنية عالية الدقة. روبورتاج مراسل إن 24 من بروكسل سامح رمضان يقربنا من هذه المسابقة.
انطلقت في ميدلكيرك في مدينة أوستندا المطلة على الساحل البلجيكي البطولة الأوروبية للنحت الرملي في إطار مسابقة دولية ضمت 6 فنانين تم اختيارهم بعد جولة من اختبارات المهارات في فنون النحت على الرمل. الأكاديمية العالمية والمعروفة بتنظيم مثل هذه الفعاليات كانت المسؤولة عن نشاط المسابقة من مشاركات فنية من كل من ليتوانيا وبلغاريا وأسبانيا وكذلك أوكرانيا وإيرلندا ودولة التشيك. هذه الدول المجتمعة شاركت في هذا السباق الفني بحيث يتم تنظيم المهرجان وفق فترة زمنية قصيرة تنتهي بتحكيم الأعمال الفنية للمتسابقين ومن ثم اختيار واحدة منها بعد التصويت لمنحها جائزة المهرجان. لدينا العشرات من المنحوتات المعروضة هنا من أعمال خبراء في النحت من دول مختلفة من دول العالم، وحول المسابقة لدينا 6 مشاركين من 6 دول في هذه الفعالية، ولديهم فقط أسبوع واحد من أجل تقديم ما وصلوا إليه من أفكار منحوتة. لقي المهرجان أصداء كبيرة بين أوساط المصطافين والسياح وكذلك المقيمين، حيث لقي إقبالا من الزوار الذين سيتمكنون من متعة المشاهدة للمكان إلى غاية شهر سبتمبر القادم. وستظل الأعمال الفنية المشاركة من بين المنحوتات المعروضة في ذات المتحف. أنا متسابق قدمت من إيرلندا للمشاركة هنا في بلجيكا، واعتمدت فكرتي في المنحوتة الفنية الخاصة بي على شجرة عائلتي كما ترى، واعتمدت وجه سيدة ورجل كي تكتمل الفكرة بناء على النمط المطلوب منا، وأنا قررت أن أصل كل شيء هو عائلتي التي تبدأ من الأجداد والأبناء والأحفاد. أنا من بلغاريا شاركت هنا في هذه المسابقة من أجل تقديم شيء فني يليق بالأعمال المنحوتة المعروفة من حولك، ولدينا نمط موحد من أجل الاشتغال عليه وهو فكرة أصل الأشياء. حسب تأكيد الجهة المنظمة للمهرجان أن أكثر من 6,000 طن من الرمل كانت قد رصدت لعمل يكفي لشهر كامل من النحت والقشط والتنعيم، وكفيلة أيضا بإنتاج أكثر من 60 مجسما من الديناصورات المختلفة ليتم عرضها بالتزامن مع المسابقة الرملية التي تنظم على الساحل البلجيكي. نهاية النشرة مشاهدينا، تفاصيل أوفى عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني 24tv.ma. تحية لكم، أطيب المنى.